السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على القناة. لأول مرة يشوف القناة ولا أول مرة يتلاقى بالفيديو تاعي، نقول مرحبا بك على القناة. معك أسماء من قناة أسماء للطبخ، أسماء كويزين، واللي انضموا للقناة مؤخرا نقول لهم مرحبا بكم على قناتي. الأخوات الوفيات نقول لهم مرحبا بكم ثم تاني، وشكرا على الوفاء تاعكم. وتحت طلباتكم يعني كان نطلب مني أني نعاود الوصفات اللي درتها في بداية الصفحة ولا في بدايتي يعني في اليوتيوب، يعني كانوا ماشي واضحين، يعني الكاليتي ما كانت واضحة. راني نجرب دائما نجي نعاود لكم هادوك الوصفات. كما حين تشوفوا اليوم معايا، راح ندير معكم وصفة لي تارت، ولا لي تارت يعني تارت وفخوي. راح نديرو وصفة العجينة ولا وصفة لي فون دو تارت، يعني بواحد الوصفة روعة روعة روعة. يعني قد ما نقولكم مليحة وقد ما نقولكم بنينة وقد ما نقولكم ناجحة، ما راحينش تمنوني حتى تجربوها نتوما وتجربو يعني تنجحوا فيها. وتانيك من بعد راح نشارك معكم طريقتي ولا طريقة لا كريم باتيسير، كما هذيك تعني يعني اون كريم ما شاء الله ذوقها رائع. من بعد في الاخير راح نزينوهم مع بعضنا، وبسم الله على بركة الله نبداو في الفيديو. السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم على قناتي. معكم دائما اسماء من قناه اسماء للطبخ. بما انه سيدنا رمضان راهو قريب، اليوم ان شاء الله راح ندير معكم وصفه لي فون دو تارت. هذه الوصفه بزاف ناجحه، يعني وصفه ما اعتمدتها من سنوات. الاخوات اللي قدم معايا في القناه ولا اللي قدم معايا في صفحتي على الفيسبوك يعرفوها. يعني قبل رمضان ان شاء الله حبيت نعاودها معكم بالتفصيل ان شاء الله. بالنسبه للوصفه تاع اليوم، واش عندنا؟ عندنا 400 غرام فرينه، عندنا رشه تاع خميره الحلويات. المفروض ما نضيفش خميره الحلويات في هذه الوصفه، لكن انا نحب نضيف رشه برك باش تعطي الخفه. عندي 150 غرام سكر غلاس، عندي هنايا 60 غرام خليط مكسرات، يعني لوز جوز بندق واش كان عندكم، حمصوه يعني حمصوه مليح ورحيوه هكذا رقيق. اذا ما عندكمش، انا يعني درت هنا اللوز والبندق، ما عندكمش عوضوه بالكاوكاو، لكن صدقوني يعني حتى ولو درتو لوز تستاهل هذه الوصفه. وكما حين تشوفوا راح تخرج لكم كميه كبيره. هنا عندي بغرفه صغيره معمره مليح من الفانيلا، عندي 250 غرام زبده، وهنا راح نحتاج الى 80 غرام بيض. يعني كيفاش نعرفوا ولا نوزنوا 80 غرام بيض؟ ناخذوا الميزان، يعني هذه الوصفه ننصحكم انكم توزنوا يعني باش هكذا تتاكدوا وتجيكم يعني وتتحصلوا على نتيجه هايله. كيما شفتوا هنا ناخذ الميزان تاعي ونكسر حبات البيض حتى تحصل على 80 غرام، 80 غرام بالتحديد. شوفوا هنا معايا راهو عندي زياده، واش ندير؟ هذه الزياده راح نحيها، يعني لازم تكون عندكم 80 غرام بالتحديد. 80 فوالا، هنايا يعني 80 81 ما فيهاش بس. ودائما انا بايض البيض محتفظ به هكا في الثلاجه. ثانيك اهم حاجه يكون المقادير تاعكم كامل درجه حراره الغرفه، يعني البيض تكونوا جبتوه بوقت، وثانيك الزبده تكونوا جبتوها بالوقت من قبل. واش راح ندير؟ راح نحط الزبده على لا ماكارين اللي قلت لكم راه درجه حراره الغرفه. راح نحط عليها الفانيلا مع هذاك خليط المكسرات، وراح نزيد نحط عليها سكر غلاس. واش راح ندير؟ راح هادوما يعني نحطهم في لو بيترا ونخليهم ينضربوا لي مليح، يعني نستعمل هاد لو كام. دوكا يعني نضرب ونزيد هادوك 80 غرام بيض تدريجيا. راح نزيد نص مغرفة تاع خميرة الحلويات، ونزيد 400 غرام فرينة.
نقطعها ونخليها تنطم لي العجينه بلا ما نعجنها، يعني خليها برك تنطم هكا في الوقت خان راح تحسنوا العجينه تتلاصق، لكن هذا اللي انا نحوسوا عليه. يعني شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها كيفاش راهي جاريه، بقيت بان لكم هنايا انا هذا هو القوام العجينه اللي نسحقها. علاش؟ لانه دوك نحطها في قطعه من الورق الشفاف ونحطها، لازم هذه الوصفه تريح في الثلاجه لمده لا تقل على زوج سوايع، يعني اذا درتوها في الليل من غداك الصباح خدموها، سينو خلوها لو مينيموم تريح زوج سوايع. ويعني كملاحظه هذه الوصفه مضمونه 100%، يعني ديروها على ضمانتي ما راح تحبط لكم كي تطيبوها ما والو. كما راكم تشوفوا معايا هنا، يعني شوفوا القوام العجينه كيفاش يجي يتلاصق، ما تخافوش. يعني هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. دوك نغلفها في قطعه من الورق الشفاف ونحطها في الثلاجه كما سبق وقلت لكم تريح مده لا تقل على زوج سوايع. احسن حاجه ديروها في الليل يعني قبل ما ترقدوا، من غداك الصباح تشكلوها. انا هنا يعني صراحه خليتها واحد 3 سوايع هكذاك في الثلاجه، من بعد نجي نشكلها ولا نجي نديرها في لي فون دو تارت. اول حاجه يا اما تستعملوا الفرينه، لكن اذا استعملتوا الفرينه ما تكتروش بزاف الكميه، يعني استعملوها شويه برك باش ما يعني ما تيبس لكمش العجينه. سينو تقدروا تحلو بين قطعتين من ورق الزبده، كيما تقدروا تحكموا اون بول تحطوها في لو مول وتشكلوها. كل واحد وطريقته وكل واحد الطريقه اللي تساعده. انا صراحه هذه هي الطريقه اللي نحبها واللي تجيني اسهل. هنا راح نبدا يعني نشكل في لي فون دو تارت ولا في يعني في لي تارت تاوعي. كيما راح تشوفوا معايا راح ندير اشكال متنوعه، راح نجرب يعني اني نشارك معكم عده وصفات للتارت، يعني تارتو سيترون، تارتو شوكولا، تارتو فروي كيما راح تشوفوها معايا. يعني نجرب اني نشارك معكم وصفات بزاف قبل رمضان حتى تستفادوا بهم ان شاء الله يا ربي. هنايا يعني كي تشوفوا من بعد ما نشكلهم نحط هكذا وحده فوق وحده. اذا كان عندكم الوقت خلوهم يريحوا في الثلاجه، اذا ما كانش عندكم الوقت، انا ما كانش عندي الوقت درتهم طابو مباشره. ولاستيوس يعني اللي نعطيها لكم، يعني شوفوا هكا في لي بور ولا في لي باغوا تاع لا تارت تاعكم، يعني حكموا وقرصوا. شفتوا كيما نقرصوا القنيدلات ولا نقرصوا يعني نقرصوا كيما قلت لكم القنيدلات ولا تزيريات، قرصوهم كاع هكذاك صاير داير، من بعد تقبوا بلا فرشات. تقدروا حتى ما تقرصوش ما راحش يحبط لكم، لكن اذا قرصتوهم اكيد ما راحش يحبط. انا دوك نسخن الفرن تاعي على 180 درجه مئويه ونحطهم يطيبوا من الفوق ومن التحت، ما يحتاج نحط لهم يعني هذوك لي بي ما يحتاج والو. كيما شفتوا انا هذوما اللي جايين دي باركات ما قرصتهمش، يعني للامانه حتى تشوفوا انه حتى ولو ما قرصتوهمش النتيجه راح تجيكم رائعه. شوفوا هنا بعد ما طيبتهم طابوا لي من الفوق ومن التحت، ريحتهم ما شاء الله. هنا شوفوا يتنحاو فاسيلمون من المول، خليتهم برك بردوا شويه، ما يحتاج انكم تدهنوا لي مول تاعكم. كما راكم تشوفوا بعد ما بردوا نحطهم هكذا في علبه محكمه الغلق، راح يشدوا لي يعني قريب شهر وهما في هذه العلبه في لو بلاكار، ما يصارهم حتى حاجه. هنا شوفوا لي باركات كما قلت لكم ما قرصتهمش في لي كوتي وما حبطوا ما والو. كما قلت لكم هذه وصفه مجربه على الامانه، جربوها وردوا لي بالخبر. هنا نغلقهم بعد ما بردوا ونخبيهم في لو بلاكار كل ما نحتاج نعمر. دوك انا اليوم اخترت اني نشارك معكم وصفه لا كريم باتيسير. بالنسبه للوصفه تاع اليوم راح نحتاج الى نسرة الحليب، نحتاج الى 100 غرام سكر، 60 غرام مايزينا، 50 غرام زبده، زوج حبات بيض، فانيلا، وراح نحتاج الى الفراوله ولا اي نوع فاكهه حبيتوا ديكوريو به لي تارت تاعكم تاع اليوم. اول حاجه انا عندي هاد الفانيلا السائله، راح ندير شويه في الحليب ونحط الحليب تاعي يسخن، يعني يدفى فوق النار، ما يغلاش، يدفى فوق النار. الوقت اللي الحليب تاعي راهو يدفى انا واش نجي ندير؟ نجي نكسر حبات البيض، يعني في لو ريسيبيون اللي راح نخدم فيه راح نزيد عليهم السكر كيما قلت لكم 100 غرام من السكر، يعني تجي حلاوه معتدله، ما يجي حلو بزاف
ما يجي نسوس 100 غرام يعني حلاوه رائعه. نخلط هكذا مليح حتى نحس هذاك السكر بدا يذوب وتانيك لاباري تاعي تبيض شويه يعني ليجيرمون فا بلونشيغ. من بعدها نجي مباشرة أنا حبيت نزيد شوية برك فانيلا بودرة يعني حتى ذوق الفانيلا يجي يعني يبان كي تاكلو. وتانيك نحي كامل هذيك زنخة البيض. هنا نجي نزيد هذوك 60 غرام تاع لا مايزينا ولا نشا الذرة. نخلطو مليح حتى لا مايزينا تاعنا تتخلط كامل في هذاك الخليط وما تبداش تبان وما يقعدولناش البراكس هذوك يعني هذوك التكتلات يروحوا تماما. في هذا الوقت انا الحليب تاعي راهو طفى يعني نعاود ناكد يدفى ما يغلاش. واش نجي ندير؟ نجي نبدا نزيد في هذاك الحليب بشويه فوق هذاك خليط البيض السكر و نشا الذره وانا نخلط. من بعد نعاود نرد كلش في لاكاسرول ونعاود نحطه فوق النار نار متوسطه ونقعد قدامه نخلطه حتى نشوفه بدا يتقال. لازم يعني تعسوه باش ما يشد لكمش في لوفون وما يتحرق لكمش يعني كي يبدا يتقال راح يتقال فريمون تري رابيدمون يعني شوفوا انا هنا يعني في دقيقه رمشت عين تقال لي. مجرد ما يتقال خلاص نحوه فوق النار ما تخلوش يزيد يغلى ولا حاجه. يتقال نحوه. من بعد انا يعني نحب نصفيه ولا نجوزه في الصفايه حتى نتخلص من اي شوائب يقدروا يكونوا تشكلوا لي وانا نحضر في الكريمه تاعي. يعني هذه المرحله اختياريه. تحبوا ديروها راح تجيكم كريمه يعني بروفيسيونيل، تحبوا ما ديروهاش تقدروا تستغناو عليها، لكن ننصحكم انكم ديروها. انا جوزتو كامل في الصفايه. من بعدها واش نجي ندير؟ وهو هكذاك مازال سخون نضيف عليه هذوك 50 غرام زبده او مارغرين ونحكم لو باتور ونبدا نخلط. يعني مازال سخون هنايا انا نخلط وهذيك الزبده راهي تذوب و لا كريم باتيسير تاعي يتغير قوامها تماما. هنا ضربتها واحد زوج دقائق ولا ثلاثه يعني بردت شويه، ما بردتش كومبليتوم، ما تخلوهاش تبرد كامل والا راح تشد روحها. يعني تنحلها هذيك السخانه الكبيره. واش نجي؟ نجي مباشره نبدا نعمر في لي فون دو تارت وهي مازالها شويه سخونه، يعني ماشي سخونه بزاف لانه بردت وانا نخلط في الزبده هذيك، لكن وهي مازال هكاك شويه دافيه نجي نعمر لي فون دو تارت تاعي مباشره. انا هذه الكميه عطات لي 8 يعني بحجم كبير وواحده بحجم صغير، يعني هادو 8 كبار، هاد لي مول كبار ماشي هادوك الصغار، يعني ماشي كبار يعني متوسطين لكن ماشي هادوك الصغيورين، هادوك صغار كامل. كيما شفتوا نجي نعمرهم جو تابوت. ومن بعد هذا تقدروا يعني ثاني اختياري حتى تحصلوا يعني فينيسيون شاب عفوا شابه هكا بلا سباتول تسويو السطح تاعهم. من بعد هما مازالهم سخونين مباشره نبدا نزين فيهم باستعمال الفراوله. كيما قلت لكم اليوم انا حبيت ندير تارتو فريز. نتوما تقدروا ديروا اي نوع فاكهه تحبوها ولا تفضلوها ولا الفاكهه الموسميه، اهم حاجه انا نعطيكم فكره وانتم ان شاء الله باذن الله تطبقوها وتردوا لي بالخبر وتدعيوا لي بدعوه خير. كيما قلت لكم انا هذه الوصفه قديمه يعني نستعملها من يعني من سنوات، ما قدش نقول لكم شحال سنه وانا نخدمها، بالك 5 سنين 6 وانا يعني الاخوات اللي يعرفوني من زمان ويعرفوني في الصفحه على بالهم باللي انا هذه هي الوصفه اللي دائما نشاركها معكم عمري ولا بدلتها. كيما شفتوا انا نجي هكا نجلا ديكور يعني بالفراوله يعني واش متواجد عندكم في الدار. من بعد ناخذ لا جولي يعني اذا كان عندكم هذاك لو ديكو جيل بذوق الفراوله يعطيكم ذوق رائع. انا ما كانش عندي، كانت عندي هذه لا جولي ناتشور. واش درت؟ درت لها شويه من منكه الفراوله يعني لا غوم دو فريز، حطيتها سخنت شويه برك في الميكرووند حتى تلقت وخلطته مع بعضاهم وندهنوا يعني سطح لي تارت تاعنا. يعني لا جولي واش راح دير؟ راح تعطينا لمعه وتانيك راح تحفظ لنا على الفواكه، يعني ما راحش يدبالوا بالخف وتانيك ما راحش يكحالوا. اذا ما عندكمش لا جولي ديروا
مربى المشماش ولا المشمش، سخنوه فوق النار في كاسرونه مع شويه ماء، صفيوه واستعملوه بنفس الطريقه. حنا حطيتهم في الثلاجه بردوا خداو راحتهم. من بعد نجي نشارك معكم يعني الطبق الرئيسي ولا الريزولتا فينال. يعني صدقوني يعني ماشي باش نشكركم في هذه الوصفه، لكن نتمنى يا ربي انكم تجربوها وتنجحوا فيها، يعني تجربوها في سيدنا رمضان وتدعوا لي بدعوه خير. وكما العاده لحقنا نهايه هالفيديو، نتمنى يا ربي انه هالفيديو ينال اعجابكم. اذا نال اعجابكم من فضلكم يعني شجعوني، لحقوا الفيديوهات الى اقصى يعني عدد ناس تعرفوه. وانا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونشوفكم في فيديو الشاي باذن الله.